زميلتك عايشة بن أحمد. شكون؟ عايشة بن أحمد زميلتك في حرقة. قلت كيفاش فنان كيفك ينجم يكون عنده أفكار سوداء داعشية متطرفة بهذا الشكل؟ خسارتك يا مهذب خسارتك. ريت داعشية معناها هل اللي سميتها أنت توا؟ أنا ما نحبش نسمي. قصة حب كبيرة بيناتكم في المسلسل. شخصيات هذوكم. نعرف حتى نعرف. الشخص أنا ما عنديش معها مشكلة، بل بالعكس معناها ما عندي معها حتى مشكلة، وقلت فيها برشا كلام باهي وتعرضت لحملة معينة في حاجة. ما كنتش فاهمين اللي يا اخي سبحان الله تحبوا تقيدوني ب خممت هكا بالحق. خممت هكا بالحق. نخمم في اكثر من هكا، نمشي نخدم المرمى انا غدوه تحكي بالحق انت سهيل. معناها اليوم معناتها بعد النجاح هذا وكل شيء تخمم هكا معناها يذهب الى الجحيم هذا النجاح اذا كان مش يكون على حساب مبادئي وقيمي وانسانيتي ورجولتي ومبدئي وانتماءاتي وديني واصلي ومرجعياتي. لا ما قلتلكش تخلى على هذا. مالك كيفاش نصف قلب نقول لهم سامحوني؟ المعنى واضح جدا في هذه التدوينة، المعنى واضح جدا. أنا لم أدعو إلى شن حرب على هذه المعابد، لم أدعو إلى تخريب هذه المعابد، لم أدعو. يعني أنا طبعا أنا أحترم كل الديانات وأحترم كل المعابد وأدافع عن كل الديانات، وقد دافعت سابقا حتى عن الديانات اللاسماوية، ولكن مش المعابد الأخرى على رأسها ريشة. وما فما حتى معبد في العالم أفضل من معبد آخر. فبالنسبة لي أنا احترم معابدي لكي احترم معابدك، احترم ديانتي لكي احترم ديانتك، المعاملة بالمثل.